اهلا بكم من جديد مشاهدينا، واستقبل ضيوفي وضيوفكم فريق 97 وكابتن احمد عبد الظاهر المدرب العام لفريق 97. مساء الخير يا كابتن. مساء النور يا كابتن محمد، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله، نورنا دايما كده، ربنا يخليك. وايضا اللاعب الصاعد الواعد كريم يحيى، باك رايت وديفندر ومساك الفريق. مساء الخير يا كريم. مساء النور يا كابتن محمد، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله، نور الدنيا كلها، ربنا يخليك ونورك. بس ثلاث مراكز كده مره واحده، يعني اسالك تقول لي بكرات ومسك، يعني ناقص توفيق. مراكز اللي انا بلعب فيها. انت بتحب انهي مركز اكتر؟ انا بحب الباك رايت، بس اي مكان كابتن بيلعب فيه بلعب فيه عادي يعني. بس في لعيب بيحب يلعب في مكان باك رايت عشان بحب اجري وكده. تحب تجري وترفع الفرق؟ الفرق بتروح ولا اي كلام؟ كابتن احمد. كابتن احمد، فوز مهم جدا وفوز صعب على فريق نادي الزمالك السنه دي. الصراحه انتوا من الفرق اللي الواحد كل مره كنا بنتقابل بقول ربنا يكون في عونكم، وعندكم كميه غيابات ونجوم كبار في الدوري الممتاز، لعيبه متصاعده في الفريق الاول. لو عدينا عندك احمد حمدي، عندك كريم ميدفيد، عندك ناصر ماهر، عندك فوزي الحناوي، احمد ياسر ريان، لو في حد تاني اكرم توفيق. يعني داخلين على 7-8 لعيبه كل واحد فيهم فرقه طبعا. فيعني ما شاء الله حققته، يعتبر انجاز مهم جدا بالغيابات دي كلها. طبعا الحمد لله على كل شيء. الولاد بصراحه مش مقصرين من اول الموسم، بيعملوا اللي عليهم، بس طبعا الغيابات دي بتاثر كتير. ما بين اصابات بقى، ان اللعيبه هي اللي بتلعب طول الموسم، فبيتعرضوا للاصابه، بيتعرضوا للاجهاد. جت فتره علينا كنا بنلعب كل يومين ثلاثه ماتش تقريبا، فعملنا اول ماتشين كده كويسين، بعد كده ابتدى الاجهاد يبان على الولاد، فابتدت النتائج تتهز شويه. الحمد لله نهينا الموسم بشكل كويس بالفوز على نادي الزمالك، فريق قوي وفريق محترم طبعا. بس احنا طبعا كنا مركزين جدا ان احنا ننهي الموسم بشكل كويس، رغم ان احنا ما خدناش البطوله، بس عملنا اللي علينا وبقينا في مركز كويس في وسط الجدول. وده كان هدف للولاد، يعني بصراحه عملوا اللي عليهم وادوا بشكل كويس جدا في الماتش اللي فات. هبتدي بلقاء الزمالك الكريم. كابتن كريم خلاص تبعت مني دلوقتي. ماتش الزمالك بالنسبه لك كابتن كريم، وانت داخل بقى على نهايه موسم، عليكم ضغوطات وعندكم بعض الغيابات طول الموسم، يعني كنتوا داخلين لهذا اللقاء ازاي؟ تمام. هو كابتن ماهر وكابتن احمد طبعا كانوا بيكلمونا ان احنا لازم، ده ماتش قمه معروف يعني في مصر كلنا، اهلي والزمالك لازم نكسب يعني، وطبيعي النادي الاهلي بيكسب يعني الماتشات دي. فكان بيقول لنا ان احنا نلعب كورتنا، نعمل اللي علينا والمكسب هيجي ان شاء الله. واحنا الحمد لله الماتش كنا اداء ونتيجه يعني، كنا عاملين اللي علينا يعني وربنا كرمنا. ده يعني ملعب اللقاء، انتوا بتلعبوا على الملعب الفرعي لاستاد القاهره؟ تمام. ونادي الزمالك كان فول تيم، يعني كان فول تيم كابتن احمد؟ لا، كان عنده برضو بعض الغيابات. لان كان في عمر صلاح الحارس، نعم، كان بيلعب في الفريق الاول، وتقريبا احمد فتوح برضو، هم دول الاثنين اللي كانوا ناقصين. بس حضرتك يعني نزل معاك احمد ياسر ريان؟ نزل احمد ياسر واحمد حمدي. واحمد حمدي فقط. احمد حمدي لاعب واحمد ياسر لاعب. احمد ياسر ريان جاب جون. والجون الثاني كان احرزه الجون الاول بيكهام، الاولاني احمد بيكهام. طب كابتن احمد، مع كابتن مدحت طه اسماعيل ولقاء زي ما كريم قال ماتش مهم جدا، اكيد الماتش ده بيبقى له استعداد خاص، ولا بالنسبه لكم زي اي ماتش بثلاث نقط؟ لا، هو طبعا زي اي ماتش، هو يعني ده بثلاث نقط، واي ماتش ثلاث نقط برضو. بس لقاء القمه دايما بين الاهلي والزمالك بيبقى ليها طابع خاص، يعني بيبقى ليها بتسمع في مصر كلها، الناس بتسال مين اللي كسب، بيقيسوا عليها بقى قوه قطاع الناشئين في الناديين، نعم، قوه برضو الجيل الصاعد من الفرقتين شكله ايه. فمكسب الفريق بيدي يعني سمعه كويسه للقطاع وللنادي. نعم. طيب هل الماتش ده كان فيصل في البطوله؟ لا، هو ما كانش فيصل، احنا الاثنين تقريبا في ظروفنا زي بعض، في عدد كبير في الفريق الاول وعدد كبير برضه في اعراض، فالاثنين ظروفهم زي بعض، واحنا الاثنين تقريبا في نص الجدول. نعم. بس احنا يعني لما كسبنا عديناهم، بقينا فوقيهم في الترتيب. بس في نقطه مهمه جدا يا كابتن احمد، يعني هل نجاح فريقك في ان انت كميه اللعيبه، احنا بنتكلم في 8 لعيبه في الدرجه الاولى على المستوى،
هو اكتر من 8 لعيبه يعني. لو قعدت اعدهم لك كده في لعيبه، يا ريت عشان الناس تفهم اصلي. طيب يعني في حارسين، في الغندور كان معار للجيش، وفي عمر الغندور الجيش، عمر ايه؟ عمر الجون، عمر رضوان. عمر رضوان كان في الرجاء، و عمر رضوان الرجاء وشارك، انا فاكر شارك شارك قليل يعني، بس شارك انا متاكد. في بقى ناصر ماهر، ناصر ماهر سموحه ما شاء الله، لعيب جامد جدا. فوزي الحناوي، فوزي الحناوي الاتحاد، الاتحاد. في محمد حسين عضل ويوسف علاء، دول راحوا الانتاج بين الدورين. يوسف علاء، يوسف علاء اعتقد شارك صح، وشارك وحسين عضل برضه. محمد عضل شارك. وفي فادي فريد ده سافر عمان بين الدورين برضه. غير بقى الدرجه الاولى، اكرم واحمد حمدي، وباقة، بس كل ده يعني موجود. باقة على قوتك، على قوتنا يعني، يعتبر هو متقيد معانا واخد مكان. فشوف انت عارف يعني اللعيبه دي. هسال حضرتك سؤال، انا بالنسبه لي سهل، اللعيبه دي لو معاك الدوري محسوم بالنسبه لك؟ محسومه يعني، احنا يعني بنلعب معانا اتنين بس من كل دول. الماتش بتاع الزمالك ماتش سهل جدا، وماتش ماشي بشكل كويس. غير بقيه المباريات طبعا بنعاني شويه، اوقات كتير ما بتلاقيش تغييرات تساعدك شويه او في خلال المباراه. وجودهم طبعا كان هيسهل الدنيا، بس طبعا يعني ده الهدف من اي فريق في الناشئين، ان انت تطلع عدد كبير للفريق الاول ويبقوا نجوم كبار يعني. احنا معنا على الهاتف كابتن مدحت طه اسماعيل. مساء الخير يا كابتن. اهلا، مساء الخير استاذ محمد. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ حياتي الكابتن احمد والكريم. ازي كابتن مدحت؟ ازي كابتن. كابتن مدحت، كنت لسه بتكلم مع كابتن احمد عبد الظاهر في صعوبه الموقف. ما شاء الله احنا قعدنا نعد اللعيبه اللي مش موجوده مع حضرتك على سبيل الاعاره، واللي موجود مع الدرجه الاولى قوام فريق. لسه كنت بسال كابتن احمد، لو دول موجودين معاك قال البطوله سهله ومحسومه. تمام طبعا، انا متابع الحلقه والكلام مظبوط. انا طبعا كان عندنا غيابات كتير جدا، بدينا الموسم بنقص عدد كبير حوالي 7-8 لعيبه، ما بين اعارات وما بين لعيبه متواجده مع الفريق الاول، وفنشنا الدور الاولاني بشكل كويس، لدرجه ان احنا بعد ماتش او ماتشين من بدايه الدور الثاني كنا في المركز الثاني فرق نقطه واحده عن المتصدر. نعم. هو مين المتصدر يا كابتن؟ ام بي ولا الجيش؟ الجيش. لا كان طلائع الجيش. طلائع الجيش. وكنا في صلب المنافسه يعني. نعم. بس زي ما قال الكابتن احمد، ان نتيجه توالي الماتشات في وقت ضيق جدا اثر على عدد اللعيبه القليل اللي عندي. طبعا اللعيبه ابتدت تتعب ما بين اصابات وما بين ايقافات، يعني انا حصل عندنا 3 لعيبه اصيبوا زي هشام شعبان ومصطفى صبحي واحمد حاتم. نعم. من اللعيبه الاساسيه اللي موجوده عندنا اثرت طبعا معانا كتير جدا. طبعا زائد المجموعه الاعراض والمجموعه مع الفريق الاول. فطبعا زي ما بقول حضرتك، توالي المباريات في وقت ضيق جدا اثر علينا بشكل كبير. انا اعتقد لو اللعيبه دي موجوده معانا كان الوضع هيبقى مختلف يعني، لكن الحمد لله يعني احنا برضه عملنا موسم جيد، فنشنا الموسم بشكل كويس. هو كابتن مدحت، انا عايز اسال حضرتك سؤال مهم يعني. هل بالنسبه لمدرب فريق 97، الفريق اللي هو بعد الفريق الاول، هل بالنسبه لك مقياس النجاح بعدد اللعيبه اللي فعلا بيشاركوا مع الدرجه الاولى سواء كاعاره او مع الفريق الاول في النادي الاهلي؟ والله طبعا هو لازم نبقى يعني عارفين كويس قوي ان الهدف من قطاع الناشئين ان احنا نصعد اللعيبه للفريق الاول. نعم. دي نمره واحد. نمره اثنين، سياده النادي الفتره دي بتدور على مصلحه النادي طبعا، انها بتحاول تطلع اللعيبه اعارات للانديه بره بحيث ان هم يلعبوا دوري ممتاز، تثقلهم طبعا كخبره ان هم يلعبوا في دوري قوي، وفي نفس الوقت ده الفايده بتعود على النادي بعد كده، زي مثلا لعيب زي ناصر ماهر. نعم. بقى له سنتين معار بره، عمل اداء جيد جدا سواء في بتروجيت او سواء في سموحه، وهيرجع ان شاء الله للنادي السنه الجايه باذن الله، هيكون يعني محمل بخبرات السنتين اللي فاتوا، هيكون خلاص اوريدي يقدر يلعب مع الفريق الاول بشكل في قوه وفي اريحيه، غير لما يبدا من الناشئين ان نطلع الفريق الاول مره واحده يحتاج وقت عقبال ما يتاقلم على الجو. فطبعا سياده النادي احنا متفاهمينها كويس جدا وكلنا معاها، بس طبعا في نفس الوقت احنا مطالبين طبعا كنادي اهلي ان احنا دايما نبقى في المنافسه ودايما نبقى في الصداره. فعشان تعمل المعادله دي بيبقى فيها صعوبه شويه،
لكن احنا بنحاول نمسك العصايه من النص، بنحاول نعمل اداء جيد ونتائج جيده، وفي نفس الوقت بنصعد لعيبه للفريق الاول والاعراض عشان برضو يعود بالفايده على الفريق الاول بعد كده. طب كابتن مدحت، حضرتك بتتعامل مع بعض اللعيبه اللي بيشاركوا مع الفريق الاول، البعض لا يشارك، فلما بينزل لحضرتك بيبقى في تعامل نفسي خاص، يعني ازاي حضرتك بتتعامل معاهم؟ طبعا طبعا ما فيش شك، طبعا هم اللعيبه طبعا بيبقوا عايزين يلعبوا، عايزين دايما في فورمه المباريات، وانا بفهمهم ان الماتشات بتاعه قطاع الناشئين الدوري ال 97 بتجهزهم عشان يبقوا واقفين على رجلهم دايما، عشان يبقوا تحت امر الجهاز الفني في اي وقت لما يطلب منهم ان هم يبقوا متواجدين، يبقوا واقفين على رجليهم، يبقى فورمه جيده. فطبعا هو ده الكلام اللي بنقوله للعيبه اللي بتنزل تلعب معانا، والحمد لله طبعا كلهم ما بيأثروش وبيأدوا على بشكل كويس، وكنت اتمنى ان عدد اكبر من اللعيبه ينزل معايا، لكن هو يعني في اخر الموسم ما نزلش غير احمد ياسر واحمد حمدي بس. نعم. كان اكرم توفيق شارك معانا في بدايه الموسم بعض المباريات، هم دول فقط اللي شاركوا معانا. بس حضرتك بتبقى اكيد عندك حاله من الفرحه ان اللعيبه دي بقت تشارك، زي احمد حمدي بقى بيشارك بشكل في بعض الاوقات بيبقى اساسي مع النادي الاهلي وبصنع فارق. طبعا طبعا ما فيش شك، يعني احنا احمد حمدي واحمد ياسر وخالد الحناوي دول نتاج القطاع الناشئين، كانوا معايا من ثلاث سنين لما كنت ماسك فريق مواليد 98. نعم. كانوا معانا من ثلاث سنين، والحمد لله طبعا زي ما انت شايف فوزي دلوقتي ما شاء الله بيأدي بشكل كويس مع الاتحاد السكندري، واحمد حمدي واحمد ياسر يعني مستقبل النادي ان شاء الله في الفتره اللي جايه مع زمايلهم، فطبعا كل الحاجات دي بتسعدنا جدا، وان شاء الله بتعود بالفائده على الفريق الاول وعلى النادي ان شاء الله. طيب عايز اسال حضرتك، النادي الاهلي تعاقد مع صانع العاب الشمس يوسف الجبالي، هو مواليد 97، ايه من وجهه نظر حضرتك الفنيه كيف ترى هذا اللاعب؟ والله انا للاسف يوسف ما تابعتوش بشكل كويس، بس طبعا اللجنه الفنيه اللي موجوده اللي بتختار اللعيبه كلنا ثقه فيها طبعا، هم اختاروا الولد وان شاء الله هيبقى متواجد من بدايه السنه الجايه، لان هو ما شاركش السنه دي معانا نهائي لا في تدريبات ولا في مباريات، يعني هو جه متاخر جدا. نعم. واتمنى ان يكون اضافه لينا ان شاء الله باذن الله. طيب انا شايف هدف جميل جدا دلوقتي يعني النادي الاهلي امام الزمالك، وكنت لسه بتكلم على مع كريم قال انا برفع فريق كويس قوي، فعايز اسال حضرتك يعني تقييما بقى لكريم واحد من نجوم النادي الاهلي الصاعدين وهو ابتدى يضحك دلوقتي، فعايز اسمع من حضرتك تقييم كريم. من اللاعبين الممتازين طبعا هو وزمايله زي ما بقول حضرتك، من فرقه ال 98 كريم بقى له ثلاث سنين معايا في الفرقه، من اللعيبه الجيدين جدا، اللعيبه المهاريين بشكل كويس، البدنيين بشكل كويس، لما بيبقى حت بيبقى بيفرق معانا كتير جدا، ممتاز في حته الجنب اليمين، وبعدين كريم برضو تقدر توظفه في اماكن ثانيه، احنا السنتين ثلاثه اللي فاتوا كنا ساعات بنلعبه ديفندر، ساعات بنلعبه باك رايت، ساعات بنلعبه مساك، يعني عنده مرونه ان تقدر تلعبه في كذا مكان، وانت عارف طبعا اللعيب اللي بالشكل ده بيبقى مريح جدا للمدير الفني وبيبقى فرصته اكتر في انه يتصعد اكتر في حته الباك رايت. بس بيبقى كمان فرصته اكبر ان هو يتصعد يلعب في اي مكان فوق. تمام تمام، عشان كده انا بقول لحضرتك بيبقى مرن جدا اللعيب اللي بيقدر يلعب في كذا مركز، بيريح المدير الفني وبيريح المدرب ويقدر يشغله في اي حته على حسب النقص اللي موجود في الفرقه. طب بالنسبه لماتش الزمالك، انت بتلعب الزمالك ونجم كبير بيمسك فرقه نادي الزمالك وليد عبد اللطيف، وده بيدي طبعا دفعه لفرقه نادي الزمالك، ازاي قدرت تتغلب عليهم كابتن؟ والله يعني هو برضو نادي الزمالك في نفس الظروف بتاعتنا، برضو عندهم برضو في اعراض وفي لعيبه متواجده في الفريق الاول، وانا اعتقد ان الهدف ان انت تكسب البطوله فقط خلاص ده كان هدف قديم، لكن دلوقتي معظم الفرق حتى اللي هتلاقيها في قطاعات الناشئين القويه زي انبي وزي المقاولين العرب وزي الزمالك وزي الاهلي، هتلاقيهم مش هم اللي بينافسوا، مش هم اللي كسبوا البطوله يعني. لان هم برضه عندهم احتياجات ثانيه كتير، عندهم تصعيد اهم من البطوله، فهم برضه نادي الزمالك في نفس ظروفنا، وطبعا انت عارف ماتشات الاهلي والزمالك يعني هم كسبونا في الدور الاولاني. نعم. 2-0 واحنا الدور الثاني كسبناهم، فالماتشات بينا بتبقى يعني سجال. بس احنا الماتش ده كنا مركزين جدا مع الاولاد، والحمد لله ربنا كرمنا ونصرنا يعني كسبنا الحمد لله. كابتن مدحت طه اسماعيل، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، مدير الفني لفريق 97 من نادي الاهلي. كابتن كريم،
نتكلم معاك عن المباراة من وجهة نظرك. هل من بداية الشوط الأولاني أنت حاسس إن النادي الأهلي له اليد العليا وأنتوا نازلين بداية الماتش كده حاسين أنتوا راكبين الجيم؟ تمام. واحنا من ساعة أول ما ركبنا الباص يعني والفرقة كلها مركزة إن احنا لازم نكسب إن شاء الله يعني مش من الملعب كمان قبل ما نوصل. أنتوا مين الكابتن عندكم؟ أحمد رمضان بكم. فلما نزلنا الملعب مع أول دي احنا ضاغطين احنا ماسكين كورة يعتبر يعني بنسبة 90% احنا اللي ماسكين الماتش يعني الحمد لله. طب مين اللعيب اللي في الزمالك اللي كنتوا عاملين له حساب ولا بتبصوا لهم كتيم كمنظومة مش كلاعب واحد؟ لا هو ما فيش لعيب الكابتن ما كانش معانا في لعيبه بس هو مثلا في كان لعيب بيلعب عليا اسمه ميسي كان اتكلم بس الكابتن بين الشوطين يعني ان هو دايما بيلعبوا العكسيه عليه فاللي هو نص الملعب والناحيه الثانيه يقفله وانا ابقى ضامن لجوه لما تترحل ليه او انا ضاغط والفرقه كلها تاني بس هو ده اللي الكابتن كلمنا عليه بس كنا قافلين بشكل كويس يعني. يعني ميسي ما جاش يعني؟ لا ما جاش. طبعا حاجة جميلة جدا يكون معاك لعيب صاعد كده وبهذا القدر من الأدب والأخلاق حتى يعني في طريقته. كابتن أحمد عبد الظاهر تجهيزك لماتش زي ماتش القمة بيبقى له ضوابط معاك لعيبة برضو نزلت ما بتشاركش كتير فإلى حد ما جعانة كورة هل حسيت بأن أحمد حمدي وأحمد ياسر عيال جعانين كورة؟ الحقيقة هما كانوا يعني موتين نفسهم بصراحه طول الماتش عايزين يعملوا حاجه وعايزين يثبتوا حاجه عايزين يثبتوا ان هم طبعا غيابهم عن الفريق بتاعهم 97 فارق كتير غير ان هم طبعا عندهم قدرات كويسه طبعا عايزين يوروها للجهاز الفني في الدرجه الاولى من خلال مباراه يعني هم بيشوفوهم في التمرين لكن ما بيشاركوش كتير عايزين يوروهم الامكانيات بتاعتهم دي من خلال مباراه رسميه قويه مع نادي قوي. بالنسبه لطبيعه فرقه 97 انت حضرتك بتتكلم على فرقه حتى في اوروبا بيقولوا عليها يعني بروفيشنالز يعني خلاص هم محترف صغير. التوعيه النفسيه والتوعيه الفكريه لقائمه الفريق ككل انا مش بتكلم بس على الفرق اللي معاك ده بتكلم كمان على اللعيبه المعارين كلامكم منذ بداية الموسم بيبقى عبارة عن ايه؟ انك بتهيئ لعيبة هيبقى درجة اولى. بص هو معظم الكلام بيبقى يعني كلام عن خبرات سابقة يعني انت بتقول لهم حصل مثلا حد كانش بيشارك بصفة اساسية فترة كبيرة بعد كده ربنا كرمه وشارك فظهر فراح مكان تاني احسن يعني بتنقل لهم خبرات سابقة حصلت مع بعض اللعيبة. انا فاكر ان حضرتك مثلا دخلت كان كابتن محمود ابو الدهب سافر كابتن سمير كمونة كمان سافر تمام فانت طلعت لعبت درجه اولى متاخر يعني انا فاكر كتير كنت بلعب في منتخب الشباب ومنتخب الناشئين لدرجه ان كان كابتن محمود الجواري عايز ياخدني مع الفريق الاول بس طبعا عشان ما بشاركش في النادي لان وجود ناس كبيره زي دي محمود ابو الدهب كمونه مشير محمد يوسف فما كانش ليا فرصه طبعا في النادي ان انا العب ما خلتنيش ان انا اروح فطبعا دي اثرت عليا نفسيا شويه بس طبعا بعد ما سافروا وجات لهم فرص ثانيه في اماكن ثانيه الطريق اتفتح والحمد لله لعبت وده اللي بتنقله اللاعب وده اللي بنقله يعني ما زعلش الفرصه هتيجي بس لما تيجي ابقى جاهز نعم ما بقاش متخاذل او قاعد متضايق ويعني زعلان وبعد كده تجيلي الفرصه اضيعها لان انا ما كنتش عامل حسابي مركز او مستعد تمام ودي بتفرق كتير لان اللعيب الكوره مش هتجيله فرص كتير في ان هو يقدر يستغلها ويضيعها ويشوف واحده غيرها يعني دي حتى رساله طيب. لكل اللعيبه يعني. فهو معظم الكلام معاهم بيبقى عن طريق نقل الخبرات السابقه اللي انت عشتها واللي احنا شفناها دي بتديهم طمانينه شويه ما بقاش مستعجل ان هو عايز بسرعه يوصل عايز بسرعه يلعب عايز فدي بتديهم طمانينه شويه ان شاء الله على قد مجهوده وعلى قد تعبه هيلاقي نتيجه ان شاء الله باذن الله. كريم نبتدي بقى معاك قصتك مع النادي الاهلي. اول حاجه انت ليه بتلبس 40 وانا كنت لابس 13 نعم بس بعد كده غيرنا الارقام فلبست 40. طب اشمعنى 13؟ ما اعرفش انا ركزت في الموضوع ده قوي بس انا انا اول ما استلمت اول لبس من النادي كانوا ادوني رقم 13 فانا كملت بيه بقى بس انا ما ركزتش قوي في الارقام. انا سالت عليك قلت لي لعيب كويس قوي فانا ابتديت اشوف بقى في الماتش فرقم 40 اللي بيلعب ناحيه اليمين ده طب ليه 40؟
جت معاك كده. كده. طيب بدايتك مع النادي الاهلي جت ازاي؟ ازاي انضميت للنادي الاهلي؟ دلوقتي كان في واحد صاحب بابا يعني كان كنت انا لسه صغير، كان عندي 7 سنين او 8 سنين حاجه كده، فقال له ان في اختبارات في شهر 6 النادي الاهلي بيعملها، كانت ايام كابتن بدر رجب. فبس فانا رايح على اساس ان انا هنزل العب شويه واروح بقى. ما كنتش متوقع انك تتاخد. ما كنتش متوقع. فنزلت اختبارات يعني، وبعد ما خلصت كابتن بدر رجب قال له هو احنا عايزين كريم معانا يعني. وكان ساعتها كمان ما كانش في فرقه 98، كان لسه ما اتعملتش في النادي. فقعدت سنه موسم مع ال 97، ومن اول الموسم اللي بعده عملوا 98 فانضميت مع فرقتي. حسيت بايه لما تكملت؟ حاجه كبيره طبعا. حسيت اكتر مره اتنطط في البيت كنت مبسوط قوي يعني النادي الاهلي. حاجه كبيره جدا. انت اهلاوي يعني من زمان؟ طبعا. مين اكتر لعيب كنت بتحبه في الاهلي؟ كابتن محمد بركات. اول تيشيرت رحت بيه الاختبارات كان رقم 8 بتاع كابتن محمد بركات. يعني كنت رايح بتيشيرت النادي الاهلي؟ يعني رايح الاختبارات بتيشيرت بركات. فبالنسبه لك بقى فالخير يعني. تمام. بركات كان لعيب كبير يعني، لعيب مش سهل. كانت حتى اول ما شريت التيشيرت بتاعه بتاع كابتن محمد بركات طبعا قعدت اتفرج له على ماتشات كتير وفيديوهات اتفرج، كان مبسوط يعني. ايه اكتر حاجه بتحبها في محمد بركات؟ ان انا مثلا كمدافع ما اعرفش امسكه، ما اعرفش هو بيعمل ايه. بيتمسكش. ما بيتمسكش، ممكن مثلا يبقى واقف كده مره واحده الاقيه دخل روح هو والجون وانا واقف بتفرج مش لاقيه. فدي احلى حاجه في كابتن محمد بركات طبعا، في ميزات كتير قوي. وهداف طبعا. وهداف. انت جبت جوان السنه؟ جبت كام جون؟ جبت 4 مثلا. 4 جوان؟ طب كويس بالنسبه للباك يمين. تمام. بتزيد ولا ما بتزيدش؟ بزيد. كابتن احمد السنه دي كان عندك محطات صعبه في طوال الموسم. كابتن مدحت بيتحدث على نفس الشيء، ان في فتره من الفترات كانت الفرقه ماشيه كويس، بعدين محطه صعبه، ان الغيابات بتاثر لان المستوى بيبقى قوي، المنافس بيبقى بالنسبه له فول تيم جاهز وانت عندك ناقص. بالنسبه لك على مدار الموسم انتوا كجهاز ازاي قدرتوا ان انتوا تتغلبوا على المحطات الصعبه دي؟ وزي ما قلت لك طبعا يعني معظم الكلام بيبقى نفسي شويه مع اللعيبه، ان اللعيبه اللي عندك على قله عددهم بيبقى عندهم نوع من الاحباط شويه، ما حدش ما يعني ما صعدوش للفريق الاول، ناس كتير طلعت اعاره هم لا، فكل تفكيرهم في الكلام ده يعني، هتلاقي ناس كتير بتكلمهم وكلاء لاعبين فهم مشغولين، ازاي ان انت بقى تديهم تركيز تاني وتديهم هدف تاني وتديهم يعني دافع دافع ان هم يأدوا بشكل كويس معانا عشان الحاجات اللي هم بيفكروا فيها دي تتحقق. هتتحقق ازاي بقى؟ تتحقق يعني كل واحد بدوره او كل واحد بنصيبه على قد مجهوده هيلاقي ان شاء الله. طب هل كلمتوا معاهم مثلا نموذج زي ايمن اشرف؟ كان في فتره من الفترات جوه النادي الاهلي وتم انتقاله في الناشئين وما كانش لاقي فرصه واتنقل في حته ثانيه ورجع بعد دلوقتي اساسي منتخب مصر. تمام. وكاس عالم باذن الله. وناس كتير يعني مش اي انا بقول النموذج قريب يعني نموذج قريب. في ناس كتير جدا حصل لها نفس الكلام. في ناس ثانيه لعبت مشيت واحترفت في اماكن ثانيه وطلعت بره يعني في يعني الدنيا ما وقفتش لحد هنا. بس لازم اجتهد يعني، لازم اجتهد واعمل اللي عليا، اتمرن كويس، اهتم بنفسي، اهتم بتمريني، اهتم بالماتشات اللي انا بلعبها عشان هو ده اسمي اللي انا بعمله. وعلى الاساس اللي انا هبنيه دوت هلاقي قدام. انتوا صعدتوا لعيبه من مثلا من فرق اقل 98 99 معاك؟ احنا صعدنا بس قليل يعني بصراحه، لان برضه هم استعنا في بعض الاوقات، لان احنا غصب عننا بنلاقي اصابات وايقافات فما بنلاقيش حد حتى نكمل بيه الماتش. استعنا بلعيبه من 99 ومن ال 2000 وساعات من ال 2001 كمان. نعم. 2001 لعبوا معاكم؟ مش لعبوا بس قعدوا معايا يعني، كانوا موجودين على الاقل تكمل بيه دكه. بيبقى برضه نزوله معاك في التمرين بالنسبه له دفع كبير، ده حاجه كبيره. طبعا يعني هو طبعا انه يلعب في فرقه اكبر منه سنه او سنتين او ثلاثه دي حاجه كبيره جدا، وبتلاقيه عايز يعني ودايس ومركز. تتعامل معاه بطريقه نفسيه بتهيئه ان هو ينزل؟ بنتعامل بقى طبعا بهدوء، لان هو اصلا بيبقى حاسس انه يعني عايز يطلع كل اللي عنده مره واحده فمتعصب شويه، فلازم نهديه ونتعامل معاه بهدوء. دي حاجه بتبقى مهمه جدا. كريم،
مين اكتر لعيب بتحبه في النادي الاهلي السنه الفرقه الدرجه الاولى؟ كابتن احمد فتحي. احمد فتحي نفس المكان يعني. طب اشمعنى كابتن احمد فتحي؟ عشان كابتن احمد مميز بالقوه قوي، يعني والسرعه طبعا. فالحاجات دي كلها بتعجبني، يعني الروح بتاعته بتعجبني جامد قوي. بحاول اتفرج يعني على الحته بتاعت كابتن احمد عشان اجيب زيه واعملها. ما سالتش نفسك ليه كابتن احمد فتحي بقاله فتره كبيره جدا من ساعه لما اتصعد اساسي؟ طبعا اول حاجه عشان طبعا اكيد محافظ على نفسه ككل حاجه، يعني حاجه بره الملعب، كل حاجه بره الملعب طبعا مؤثره عليه بشكل كبير جدا جوه الملعب، فبيطلع المجهود الجامد ده. بالنسبه لكم ساعات بتتكلموا مثلا بتقولوا ازاي احمد فتحي لحد دلوقتي لسه بيلعب؟ ما بتقولهاش ازاي حسام عاشور محافظ على نفسه؟ ازاي حسام غالي حريف كده؟ بيبقى ده حوار ما بينكم وما بين بعض. تمام طبعا، بعد اي ماتش مثلا الاهلي لعب النهارده يقول لا مثلا كابتن احمد عمل كذا، كابتن حسام عمل كذا، فنيجي مثلا في التمرين نحاول نعملها كده بنستفيد يعني. طبعا بنستفيد يعني. عندكم دوتوهات في الفرقه؟ يعني بتعملوا دوتوهات في الفرقه عندكم؟ طبعا. يعني انت مين اكتر واحد تبقى عارف ان ما دام انت قطعت هتتلعب لك؟ هو كان فينا احمد حمدي، كان بيلعب معايا، كان دايما لما بتحرك في اي حته بيحط لي على طول بيوصلني للجول. جبنا لك احمد فتحي وجون تاريخي. طبعا ماتش طلائع الجيش. ماتش طلائع الجيش. ميزه مهمه بالنسبه للباك اليمين انه يجيب اجوان؟ طبعا. بس الباك اليمين مثلا او شغلته باك، ففي الماتش كله مثلا محتاج يطلع له خمس ست مرات يعني. ده عشان، لكن هو لازم يبقى متمركز حسب برضو الماتش ماشي ازاي. لو انت عايز تجيب جون انت الطبيعي بالذات النادي الاهلي يبقى الاطراف تبقى طبعا فاتحه وطالع لقدام على حسب برضو توجيهات. انت شايف اجوان احمد فتحي كمان دلوقتي بقى بيحطها احسن من فراوده، يعني لو تفتكر حتى نهائي الفاينل الكاس مع المصري. مع المصري الجون التشيب. كنت متوقع انه هيجيبها كده؟ لا خالص الصراحه، بس متهيألي ان احمد فتحي نفسه مش متوقع انه يعملها. كنت متوقع ان هو يحطها بوش رجله في البعيده. بس هو عملها بطريقه حلوه الصراحه. بتتعلم منه، بتشوف مثلا هو ازاي بيزيد، ازاي بيبقى بيضرب الدفاع لما في زيادته، لان الاهلي انت عارف طبيعته هجوميه يعني كلها. لازم انت تضرب الدفاع لان كده كده الفراده ممسوكه. الكلام ده بيتقال لكم؟ طبعا بيتقال لنا، وبعدين الكابتن طبعا بيتكلم معانا في النقطه دي، ان انت كباك نادي الاهلي لازم طول الماتش تبقى فاتح ومهاجم، مش زي باك اي فرقه. تبقى دايما انت اللي فاتح وانت اللي واخد يعني الباك كانه يعني هو بالظبط. هذه الجون بتاع المصري وفي الدقيقه كام بيعمل سبرنت. ما شاء الله، ما اللي كنت بكلم حضرتك فيها اللي هو الشوط الاضافي. الشوط الاضافي محافظ على نفسه يعني ما شاء الله يعني بره الملعب اكيد. وفي تمرينته برضه احمد فتحي ما بيهربش. طبعا بتسدد زي بتحب تسدد؟ بحب اسدد. بتحس ان انتوا مثلا محتاجين تزودوا حاجات معينه في التخصصي عشان موضوع التسديد، موضوع انك تجيب اجوان بدماغك؟ تمام. انا مثلا لو محتاج مثلا ازود حاجه بروح الكابتن مدحت او كابتن احمد، اقول له مثلا كابتن بعد اذنك انا دلوقتي عايز مثلا حفرات عشان اركز مثلا في الحته بتاعت الهيد مثلا، عايز احط جون بدماغي. عايز حضرتك بس تركز لي عليها. عايز مثلا اركز على الشوط، الكابتن بيحط لي قوه المباراه 18 فاولات، يحط لي حواجز واحطهم فيها كده يعني. طبيعي اي حاجه بكون عايزها بقول للكابتن وهو بيمرني عليها يعني. طب بالنسبه لك مين اللعيب على المستوى العالمي بقى اكتر لعيب باك يمين تحبه يعني؟ هو كان داني ألفيس الصراحه. وليه كان؟ عشان دلوقتي حسيت ان هو نزل في المستوى شويه لما راح باريس سان جيرمان. حسيت ان هو يعني قل كتير، فبقى في ناس احسن منه. ففي مثلا ارنولد بتاع ليفربول بحبه عامه عشان هو صغير يعني. بحب يعني هو ده بالنسبه لك ما هوش نموذج ان ما لهاش علاقه بالسن، وحتى لو في ناس كتير عندك يعني مثلا واحد زي ارنولد عنده واحد لعيب اسمه ناثان كلاين اساسي منتخب انجلترا. طيب. كان قابله جلين جونسون وراح واشتغل ولعب. تمام طبعا. هو طبعا بتبقى في الاول في الاخر مدرب برضه، مدرب بيكون احتياجاته ايه يعني. مثلا في مدربين فجاه كده بيخطف لعيب صغير. تمام. مكسر الدنيا زي كلوب عنده الحته دي مثلا. تمام. كابتن حسام بدري برضه عنده الحته دي. طبعا كابتن حسام طلعت معاه كذا مره يعني. طلعت معاه كذا مره. مرنت على الفريق الاول؟ وسافرت مع كابتن حسام طبعا سفريه الفجيره.
سفريه اللقاء الودي ده تفجير يعني. حسيت بايه وانت جوه بقى الدرجه الاولى؟ حاجه كبيره طبعا يعني. حسيت ان حلم مثلا، حلم من زمان يعني. اتبسطت في طبعًا في السفريه؟ طبعا. مين استقبلك من اللعيبه الكبار؟ كان كلهم طبعا يعني. كلهم طبعا. كابتن حسام غالي. كابتن حسام غالي طبعا. ايه رايك في كابتن حسام غالي؟ حاجه كبيره يعني. وهيعتزل بقى كمان يومين. حاجه كبيره بالنسبه لك كده. ايه كابتن حسام غالي وانت ناشئ في النادي الاهلي؟ كابتن حسام بالنسبه لي يعني يعتبر رمز من رموز النادي يعني. كابتن حسام حاجه كبيره، حاجه كبيره. حتى في التمرين ما شاء الله لحد دلوقتي ما فيش، ما بيعديش راسه في التمرين كده غير لما يموت نفسه فيها. ما فيش حاجه عنده ان هو يهدي في حته مثلا. دايما 24 ساعه لازم ضغط، تمرين واللي يقف جنبه لازم يزعقله. هنتكلم كتير جدا عن حسام غالي، تفاصيله في التمرين وكواليس ما بتطلعش الا عندنا هنا في قناه الاهلي. اوعى تروح بعيد عشان النادي الاهلي حديث. اهلا بكم من جديد مشاهدينا. كنا بنتكلم عن حسام غالي، كريم يحيى اللاعب الصاعد الواحد مواليد 97، كان صعد مع الفريق الاول النادي الاهلي، وسالته ايه ابرز حاجه انت فاكرها من الفريق الاول والرحله بتاعتك مع النادي الاهلي الى الفجيره. قال لك حسام غالي في التمرين ما بيعديش اي حاجه، ما بي يعني على طول جد، على طول بيحمس، على طول لو انت غلطت يشدك، ودي حاجات من مميزات القائد. وطبعا اتكلم مع كابتن احمد عبد الظاهر واحد من اللعيبه الكبار، وشاف حسام غالي وهو طالع معاه في الدرجه الاولى. طب احنا معانا على الهاتف يوسف الجبالي لعيب النادي الاهلي الجديد اللي بنرحب بيه وبنقول له مبروك انضمامك النادي الاهلي. السلام عليكم يا كابتن، والله يبارك فيك، شكرا جزيلا. طبعا انضمام النادي للنادي الاهلي حاجه خاصه في حياه يوسف، كلمنا عنه. والله يعني ده حلم حياتي من وانا صغير يعني. يعني حضرتك اكيد عارف ان اي لعيب كوره يعني بيحلم اصلا يعدي من جنب سور النادي الاهلي يعني. فده شرف كبير قوي ليا ان انا اخيرا يعني تيجي الفرصه ان انا العب في النادي الاهلي يعني. يوسف بالنسبه لك انك بتروح النادي الاهلي زي ما انت قلت حاجه كبيره، هل كنت الى حد ما متردد او خايف، ولا واثق ان انت هتحقق النجاح؟ هو يعني مش عايز اقول لك انا متردد او خايف، لان انا يعني واثق في نفسي. بس هي طبعا هي حاجه كبيره قوي قوي يعني ان انا اجي للنادي الاهلي. فبس انا واثق في نفسي ان شاء الله هتبقى سنه كويسه يعني باذن الله. باذن الله. المفاوضات جت ازاي يوسف؟ هو انا يعني كان جالي كذا فاكس من السنه من سنتين، ويعني الثلاث سنين اللي فاتوا دول حصل فيهم مفاوضات كتير، وجالي فيهم كذا فاكس. كان كابتن سمير كمونه. نعم. وكابتن احمد كشري. نعم. بس ساعتها كان المجلس القديم بتاع نادي الشمس هو اللي موجود، هو ما كانش موافق خالص ان انا امشي الا بكم مبلغ معين يعني، فما حصلش نصيب يعني ساعتها. من ساعتها وانت بتفكر في الانتقال للنادي الاهلي، ولا حسيت ان الموضوع منتهي؟ لا هو بصراحه يعني لما الفاكس بتاع اللي هو مع كابتن سمير كمونه ده ما توافقش عليه، حسيت ان الموضوع صعب شويه. بس مع المجلس الجديد يعني الحمد لله كانوا مرحبين بالموضوع قوي يعني. عايز اعرف بقى اهلك استقبلوا الامر ازاي؟ في البيت عندك؟ هو يعني والدي ووالدتي يعني من زمان عايزيني ان انا اخد خطوه يعني بره عن نادي الشمس، تبقى خطوه احسن يعني. وطبعا انها تيجي الخطوه دي تبقى النادي الاهلي، فدي يعني حاجه كنا كلنا بنحلم بيها يعني. طيب يوسف بالنسبه لك برضو انت، حابين نعرف انت بتلعب في انهي مراكز، بحيث ان المشاهدين يعني احنا معروف ان انت بتلعب صانع العاب، بس في انهي مكان في الملعب، وايه المكان اللي انت حابب انك تشارك فيه؟ انا يعني السنين كلها اللي في الشمس لعبت هاف ليفت او هاف رايت، لكن رقم 10 ما لعبتهاش كتير يعني في الفرقه، لكن انا مركزي الاساسي هاف ليفت او رايت. طيب انا برضو حابب انقل لك تحيات كابتن احمد عبد الظاهر المدرب العام لفريق 97 ان شاء الله،
وما ازيك يا كابتن احمد؟ حبيبي يا كابتن. ومعانا توفيق يا حبيبي كريم يحيى. كريم يحيى باك رايت عالمي. حبيبي يا جو. حبيبي يا كريم. حبيبي يا جو. يوسف هتبتدي التمرينات امتى؟ هو انا يعني باذن الله من اول الموسم ان شاء الله فتره الاعداد مع فريق ال 97 باذن الله. باذن الله. بتوعد الجمهور النادي الاهلي بايه؟ انت عارف جمهور النادي الاهلي ما بيرضاش باي حاجه. نعم. هتوعد جمهور النادي الاهلي بايه؟ والله يعني اوعد جمهور النادي الاهلي ان شاء الله ان انا يعني هبذل اقصى مجهود عشان باذن الله اشرف النادي واشرف الجمهور واقدر اعمل حاجه حلوه باذن الله. يوسف الجبالي صانع لاعب نادي الاهلي الجديد في فريق 97، بشكرك شكرا جزيلا وبنبارك لك على انضمامك للنادي الاهلي. فرحه كبيره بالنسبه للعيبه كابتن نهوان. اكيد طبعا اي لعيب في مصر يتمنى انه يلبس الفانيله الحمراء، بتفرق كتير. اكيد طبعا. كنا بنتكلم على حسام غالي ويعني ايه قائد، يعني ايه كابتن، وحضرتك شفت دخول حسام غالي الفريق الاول يمكن مع مستر تسوبي اللي هو اللي اداله اول فرصه، يعني برضو عايز اسمع منك على يعني حسام. انا اعرف حسام من ايام ما كان لسه صغير في الناشئين. هو يمكن اصغر مني بثلاث او اربع سنين تقريبا. جت فتره من الفترات كان حسام السن بتاعه ملوش فرقه. نعم. وكان مش متذكر بالظبط مين مدير قطاع الناشئين ساعتها، ما رضيش يمشي يعني كابتن مشي كابتن ميري الشربيني. ما رضيش يمشيه وقعد في النادي لدرجه يعني قعد في الاستراحه بيتمرن لوحده، يخش الجيم لوحده، قعد فتره طويله كده. بعد كده يعني نمى نفسه بنفسه، شارك معانا بعض اللقاءات يعني مش بصفه دايمه لان احنا كنا اكبر بفرق كبير يعني. لحد ما شافه تسجل وخده معاه لانه كان بيلعب في المنتخب. بس كنت حاسين ان اللعيب ده فيه موهبه؟ هو من صغره ما شاء الله يعني لعيب كويس جدا، هادي، الكنترول بتاعه كويس، بيباصي كويس، تحركاته كويس، في صفه الثقه بالنفس والقياده من هو صغير بصراحه. ومش احنا طبعا هنتكلم عنه يعني تاريخه ما شاء الله حافل ببطولات بمواقف ثبت فيها ان هو قائد من الناس اللي يعني القليله القواد القليلين اللي عدوا على النادي الاهلي وكان ليهم القوه دي او الجراه دي. تفضل ان هو يكمل ولا ان هو يهتدي؟ لا هو ده قراره يعني. ده قراره. كان وجهه نظرك انت شايف ان هو قادر يكمل؟ هو قادر. هو قادر بس يعني ممكن يكون هو حس ان هو يعني خلاص يعني ما بقاش فيه الهدف او الرغبه او الحاجه اللي هيقعد يحارب عليها بعد كده، فشايف ان هو متجه يعني الاتجاهات تانية من هو صغير كده برضو يكبر فيها اكتر. طبعا بتمنى له التوفيق. كابتن احمد برضو عايز اكلمك في حته النادي الاهلي وماتش الترجي. الاهلي كان عنده غيابات كتير جدا لكن ادى لقاء يعني جيد للغايه، عنده هدف ملغي، عنده فرص ضايعه، شفت الماتش ازاي؟ بص هو الاهلي فيه تحس ان يعني في حاله كده من الـ يعني البدلك شويه الفتره اللي فاتت، بيأدي بشكل كويس لكن مش ماشي يعني. نعم. بلغه الكوره كده مش ماشي. وده يعني الفرق اللي بتمشي كويس لفتره طويله لازم يجي لها فتره لازم يعني تقع شويه، مش بتقع كاداء لكن بتقع كبدلك يعني اكتر منه. الاهلي لعب كويس جدا طوال المباراه، كان ضاغط وكان بيأدي بشكل كويس وبروح كويسه، لكن طبعا سوء التوفيق وسوء الحظ وسوء التحكيم برضو يعني اثر شويه، لكن بنتمنى له ان شاء الله يلحق زي ما عودنا النادي الاهلي انه يفوق بسرعه ويأدي بشكل احسن من كده، وان شاء الله ربنا يكرمه ان شاء الله في المباريات اللي جايه باذن الله. هل واثق ان النادي الاهلي في ماتش كامبالا هيكون اكيد يعني الاهلي ما بياخدش فرصه يعني وقت كبير في الداون يعني لازم بيطلع بسرعه. دي هل تواصلتوا مع كريم نيدفيد خاصه بعد الماتش الاهلي كان في انتقادات الى حد ما شديده عليه؟ والله بص انا شايف ان كريم يعني رغم ان الفريق كله كان في حاله مش كويسه مش يومهم، لكن كريم هو يمكن عشان اصغرهم خد يعني اكتر كم من الانتقادات شويه. هو كريم مركزه الاساسي ايه كابتن؟ هو بيلعب هاف رايت. ده مركزه الاساسي. ده مركزه الاساسي. ففي ناس بتتكلم ان كريم بيلعب هاف ديفندر، في ناس بتتكلم ان هو يعني هو بيأدي فيهم كلهم بس طبعا اللي هو يعني دريبلينج اكتر منه يعني بيحاول يعدي بالكوره كويس، بيعمل الباصات كويسه،
فهو لما بيلعب ناحيه اليمين هاف يمين يعني بيبقى احسن من الديفندر. طب احنا عندنا تقرير يا شباب عن ايه؟ طيب احنا معانا تقرير عن مع الجهاز الفني الاهلي والزمالك مواليد 97 لقاء القمه اللي فاز بيه النادي الاهلي. نطلع نشوف ونرجع لكم الكلام. الحمد لله رب العالمين. طبعا احنا بنحمد ربنا بنشكره على المكسب، وزي ما انت بتقول فعلا النهارده مجريات الماتش كان ممكن ان احنا نزود السكور، لكن في الاخر طبعا الحمد لله رب العالمين ان احنا خرجنا. طبعا انت عارف عندنا مشاكل كتير جدا من نقص لعيبه ولاعيبه اعارات ولاعيبه موجوده مع الفريق الاول. الحمد لله النهارده قدرنا ناخد احمد ياسر واحمد حمدي، كانوا اضافه قويه لينا، والحمد لله قدرنا ناخد الثلاثه بونت بشكل كويس، وربنا يسهل ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان شاء الله يبقى في اكبر عدد ممكن من فرقه 97 مع الفريق الاول ان شاء الله. اللعيبه عملوا اللي عليهم، وبصفه خاصه رمضان مصطفى النهارده بيقدم مستوى متميز، هو طول الموسم قدم مستوى متميز، ويمكن هو دلوقتي بيبقى موجود كتير مع كابتن طارق سليمان في الدرجه الاولى. ويمكن اللي حضرتك ما تعرفوش ان كابتن طارق بيعمل عمليه تدوير لحراس المرمى الناشئين بحيث ان هم يبقوا موجودين على طول في الدرجه الاولى، ويبقى عندهم الثقه في ان هم يطلعوا الدرجه الاولى في اي وقت. لكن الحمد لله النهارده الماتش اديناه بشكل كويس، اللعيبه عملت اللي عليها، ثلاثه بونت مهمين، وماتش طبعا بين الاهلي والزمالك يعني ما فيهوش كلام، لازم بيبقى بنلعب على المكسب. مليون مبروك طبعا للاعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي، وطبعا زي ما انتم عارفين ان النادي الاهلي في الماتشات الصعبه ده بيبقى الروح والعزيمه والاصرار رقم اتنين. زي ما شفنا كده في الماتش كده شفنا الفروق البدنيه اللي كانت واضحه قوي ما بين لاعبتنا وما بين نادي الزمالك. احنا الحمد لله كنا قادرين قوي ان احنا نلعب 90 دقيقه متتاليه، لعيب الدقيقه 90 زي ما يكون بدا الماتش بالظبط، والحمد لله ده تعب ومجهود مننا بصراحه في وقت البرامج اللي احنا حطيناها للعيبه ده عشان نوصل للفورمه دي ونوصل لاعلى معدل كفاءه بدنيه كان موجود النهارده. فالحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا ان احنا نتخطى على نادي الزمالك النهارده ونفوز 2-0. الفرحة حلوة مفيش شك، في ضغوطات في غيابات في العديد من الأسباب، ولكن في الأخير طبعا الفرحة حلوة. كريم حالتكم بعد الماتش، يعني هسألك بقى فرحتكم بعد الماتش وفوز على نادي الزمالك والإعلام كله بيتابع وعندك قناة نادي الأهلي بتذيع الماتش وفي نفس الوقت في بعض من أولياء الأمور، يعني كان إحساسكم إيه؟ لا طبعا زي ما قلت لحضرتك إن دوت ماتش قمة، مصر كلها متابعاه، فالطبيعي ان انت طالع كسبان مبسوطين طبعا، مبسوطين كمان من الاداء ومن النتيجه اللي احنا عملناها، ومبسوطين ان الجهاز الفني والجمهور واولياء الامور يعني مبسوطين مننا، فكل دي العوامل مخلينا طالعين مبسوطين. بتحب تلعب الجمهور موجود يا كريم؟ اه طبعا بحس بمتعه اكتر. يعني جمهور النادي الاهلي بيمثل لك ايه؟ بيمثل لي حاجه كبيره جدا طبعا، بحس ان انا مطمن في الملعب. الجمهور موجود، تحس ان انت ليك ظهر. اه طبعا النادي الاهلي جمهور كبير يعني. ف ايه الماتشات مثلا اللي شفت فيها جمهور النادي الاهلي معاك سنة؟ كان في قطاع الناشئين، كان ماتش الداخليه، كان الموسم اللي قبل اللي فات، كنا بنلعب قبل النهائي، يعتبر الجمهور موجود فرقه الداخليه ما عرفتش تباص يعني الجمهور، بس مش قادره تمسك الكوره، الجمهور عامل حاله كبيره قوي في الملعب، مخلينا احنا عندنا روح عاليه قوي، وهم الفرقه الثانيه مش خايفه من الجمهور يعتبر. طب ولما رحت الفجيره وشفت جمهور النادي الاهلي حتى في الامارات بهذا الشكل؟ لا طبعا نازل الملعب طبعا ببص على الملعب كله جمهور النادي الاهلي، ده كان اول مره تشوف المنظر ده صح؟ كلاعب يعني. كان كاستاد يعني، بس انا كلاعب وانت ضمن قايمه واول مره تشوف المنظر ده. فطبعا بص على الملعب كله الجمهور طبعا حاجه تفرح يعني، في ظل ان الجمهور مش بيبقاش موجود في الدوري، فالطبيعي ان انت لما تلاقي جمهور وكده تشم نفسك فتبقى حاجه كويسه قوي. طب هل ماتش الاهلي والترجي في الدرجه الاولى حسيت ان جمهور النادي الاهلي كان له دور كبير جدا في دعم الفرقه حتى وماتش لسه النادي الاهلي ما جابش فيه جوان؟ طبعا جمهور النادي الاهلي معروف عنه ان هو بيشجع لاخر دقيقه، فهو كمان من حق الجمهور حتى لو هو مش راضي بيبين للعيبه ان احنا وراكم، فاللعيب بيطمن وبيلعب لحد اخر دقيقه، ما دي بقى اللي سميها روح الفانيلا الحمراء. طب انت طموحاتك ايه مع الفريق الاولاني؟
طموحاتي ان شاء الله ان انا اشارك معاهم في الدوري ان شاء الله يعني، وعن طريق النادي ان شاء الله يبقى في منتخب مصر باذن الله ان شاء الله. حاسس ان هي ممكن تيجي قريب؟ اه ان شاء الله، انا سايبها على ربنا والله، اللي ربنا كتبه لي اشوفه وبس يعني، مش احسب لها طبعا، بس برضو سايبها على ربنا. طب انت انطباعك ايه بقى مع الكابتن فيصل بدري لما دخلت الفرقه وشفت ماتش الفجيره وكلامه معاك كان ايه؟ لا طبعا كابتن حسام بدري وكابتن احمد ايوب طبعا اتكلموا معايا طبعا في التمرينات دايما كويس يا كريم، محسسين ان انا مش غريب عن الفرقه، دايما بيتكلم معايا كويس كريم في التمرين بعد الماتش، قال لي كويس. كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا اتكلموا معايا، حتى انا اتبسطت يعني، فدي حاجه فرحتني اكتر كمان، كابتن حسام وكابتن احمد كانوا بيتكلموا معايا يعني. دي حاجه مهمه جدا. كابتن احمد، هل في تواصل ما بينكم وما بين الجهاز الفني بالدرجه الاولى للاهلي؟ اه طبعا طبعا يعني كل ماتش بنشوف اذا كان يقدروا يدونا لعيبه ولا لا، ولو عندهم احتياجات لمباراه قادمه ولا حاجه خلاص بنتفاهم الموضوع. كابتن سيد على طول بيتواصل معاكم؟ كابتن سيد وكابتن احمد ايوب على طول في تواصل معايا او مع كابتن مدحت. دي حاجه مهمه جدا يعني، كان نفسنا طبعا وقتنا يزداد مع نجم صاعد واعد وايضا نجم سابق في النادي الاهلي كابتن احمد عبد الظاهر وكريم يحيى، ولكن للاسف وقتنا انتهى. كابتن احمد عبد الظاهر شرفتني ونورتني، ربنا يخليك يا محمد، ربنا يخليك. ايضا كابتن كريم يحيى صاعد الوعد شرفتني ونورتني كده، وان شاء الله اشوفك احسن من داني الفش. ربنا يخليك يا كابتن محمد، ربنا يخليك، نجيب الجوان في الدرجه الاولى يا رب ان شاء الله. شكر موصول لكل طاقم العمل، ودمتم في امان الله وحفظه. ان شاء الله دايما المتعه تلاقوها معانا في استاد الاهلي، واوعوا تروحوا بعيد عشان النادي الاهلي حديث.